لذلك احنا غنجاوبوك اسيدي بجواب حضاري. ياك انت كتقول حريه التعبير وفرنسا وماكرون، بارطاجيو الفيديو وصلوا ليه، وماكرون وفرنسا، اسمع معلم، ياك انت كتقول حريه التعبير، سب النبي عليه الصلاه والسلام ونشر مسيئه ونشر صور مسيئه في شوارع فرنسا، حنا كنقول لك السريف حريه التعبير، سنقاطع المنتوجات الفرنسيه وغنبداو بدايه بسيطه. كلشي بارطاجي الفيديو، شوف ها انت كتصنت ليا، قسما بالله العلي العظيم الا غتحاسب عند الله عز وجل على هذا الموقف هذا، ملي تم نشر صور مسيئه من طرف الحكومه الفرنسيه في شوارع باريس عن نبي الله اللي كنفديو حنا بالام ديالنا والاب ديالنا والابناء ديالنا، وما درتي حتى شي حاجه، ما درتي حتى شي حاجه، غتحاسب. اقل حاجه غدير هو غتقاطع المنتوجات الفرنسيه، غينوضوا شي وحدين، واحد الذباب ديما كنلقى معاه مشكل، واحد الكلاخ، لا السوق كله عامر بفرنسا، هذه فرنسا هذه فرنسا، الشريف غنقطع الفرماج ديال فرنسا، لافاش كيري وكيري، سوبر مارشي كارفور ما يدخل ليش واحد، سوبر مارشي كارفور ما يدخل ليش واحد، كارفور سوق ممتاز فرنسي ما يدخل ليش واحد، الحليب سنترال دانون فرماج لافاش كيري ما يشري حتى واحد، عندنا البدائل راه عندنا، راه جربنا معاهم واحد المقاطعه في 2018 راه خسروا فيها 70 مليار اللي مشات ليهم، هادشي المغرب، فما عساك الدول ان شاء الله الاسلاميه والشعب المسلم، جوج الملاير ديال المسلمين ان شاء الله، جوج الملاير ديال المسلمين غنوريو لهاد، ما غنسبكش لان الا سبيت غنولي سفيه بحالك، غنوريو لهاد ماكرون وهاد فرنسا اش كيسواو المسلمين، باش مره اخرى تولي تحترمهم، لانكم نتوما ماديين، ملي غنقيسوا الجيوب ديالكم عاد غتحسوا بالضربه، قسما بالله سينهار اقتصاد فرنسا، كارفور ما يدخل لي حتى واحد، مقاطعه، فرماج دانون سنترال ما يشريها حتى واحد، نصره لسيدي الخلق، نصرة لمحمد بن عبد الله، نصرة لمحمد رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام، ما تحقرهاش ها، راه ما تحقرش ديك فرماجة اللي كتشري لافاش كيري بدرهم، أتونسي عاوتاني ها، فرماجة لافاش كيري تشري بدرهم تقول إيوا صافي، ما تشريهاش، أنت ما تشريهاش وأنا ما نشريهاش والآخر ما يشريهاش، إلا ما يديروا لها غدا 10 دريال عرفني ماشي راجل، قسما بالله، تيبيعوها لك ب 10 دريال. ويخرجوا عاوتاني يطلبوك عرض الله الا ما شري، قسما بالله الا ما يجريو على ماكرون، الا ما يجريو فرنسا على ماكرون عرفني ماشي راجل، شهر اعطيني شهر، اتفقوا يد في يد نصرة لنبينا محمد رسول الله، اضعف الايمان هذا الفيديو غتبارطاجيه، اضعف الايمان انا غنتسناكم كاملين، كتفرج فيا دابا 8560 مسلم ومسلمة، حنا ربي عالم بينا كنغلطوا، حنا راه النصرة الحقيقية هو أن الأخلاق ديال محمد بن عبد الله خاصها تكون فينا، خاص تكون فينا إماطة الأذى عن الطريق، خاص يكون فينا احترام الجار كما وصانا، خاص يكون فينا فهمتي الأخلاق، عدم السب، تعطي الحق، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، عدم الكذب، الصدق، الأمانة، هادشي كلشي خاصو يكون فينا، هذه هي النصرة الحقيقية. ولكن ما عسانا ان نفعل، كنعيشوا في واحد المستنقع فيه الاميه، فيه الاجرام، الاعلام ما كيساعدش، المدرسه ما كتساعدش، الاسره ما كتساعدش، بزاف د العوامل، لذلك حنا كنقولوا عندنا دابا هذا الفيسبوك، عندنا كنقدروا نبارطاجيو، عندنا الكونيكسيو، ما نتخلاوش على بعضياتنا، اللي قادر يدير شي فيديو، اللي قادر ينور، كنحيي واحد مول الحانوت كنحييه، جبد داك لافاش كيري وكيري اللي عنده وحطه قدام الحانوت وقال لك هذا ما بقاش للبيع في هذه الفتره، حتى قال لك هذا ليس للبيع، يعني نصرة لرسول الله.
خوت كنطلب منكم تبارطاجيو الفيديو، شاركوا ان شاء الله في هذه المقاطعه، غننجحوا دو الطالع دي باذن الله غننجحوا. انا كمواطن مغربي مسلم ضرباتني الغيره، ان شاء الله اول واحد مقاطع وانا.